إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة الطيور. موضوع اليوم سنتحدث عن كيفية النجاح في تزاوج الكناري بسهولة. لا تنسوا الضغط على زر اللايك لتشجيعنا لتقديم المزيد من الفيديوهات المفيدة والاشتراك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. طبعا لتنجح في تزاوج الكناري يجب أن تتوفر بعض الشروط، فإذا طبقتها بشكل سليم ستنجح في تزاوج الكناري بكل سهولة تامة. أول شرط إخواني، وهو أن تتأكد من أن الذكر والأنثى جاهزين للتزاوج. أول حاجة نتأكدوا من أن الأنثى والذكر جاهزين، هذا أول شرط. الشرط الثاني واللي هو أهم شرط يجب علينا القيام به، وهو القيام بعملية التعارف بين الذكر والأنثى، أي لا نقوم بإدخال الذكر مباشرة على الأنثى، وهذا أغلب خطأ من الأخطاء التي يقع فيها المربين، وهي إدخال الذكر مباشرة على الأنثى، فهنا يحصل شجار بين الزوج ويحصل تنافر بين الذكر والأنثى، و هنا نستنتج أن التزاوج غير صحيح. وفي معظم الحالات عند إدخال الذكر مباشرة على الأنثى نحصل على بيض غير مخصب. لذا إخواني الكرام، يجب علينا أن نقوم بعملية التعارف بين الذكر والأنثى، وسأترك لكم رابط أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف يشرح بالتفصيل كيفية القيام بعملية التعارف بين الذكر والأنثى. هذا أهم شرط إخواني، إذ قمت به ستنجح في عملية التزاوج. الشرط الثالث واللي هو المكان المناسب لوضع القفص. يجب أن نضع القفص في مكان مناسب يكون مستقر وهادئ ومرتفع قليلا، ولا نكثر من مراقبة القفص والعش لكي يحس الذكر والأنثى بالأمان. ولا تنسوا بتقديم الكالسيوم الكافي للأنثى خاصة في هذه المرحلة. نقدم عدم الحبار بشكل دائم في القفص، وبيض مسلوق به بقشوره مرتين في الأسبوع، ونقدم محفزات التزاوج الطبيعية كالزنجبيل والخروب، وأنا واضع حلقات في القناة عن كيفية تقديمهم للطيور. ولا تنسوا إخواني في هذه الأيام الحارة مراقبة الأزواج والفراخ يوميا كما تشاهدوا في الفيديو، مع أني عامل تهوية للغرفة ونقوم بتبديل الماء يوميا في الحر، وكما تشاهدوا الفراخ فاتحة فمها من شدة الحر، ولكن إخواني راقبوهم يوميا لكي لا تفقدوا الفراخ خاصة في هذه الأيام الحارة. نتمنى أنكم استفدتم من هذه المعلومات والفيديو، ولا تنسوا دعمنا والاشتراك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم.